فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. فيا حب فيا وجد واشتياق. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه؟ كان يحب الصيام عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. كان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. كان متوازنا يحب ديمومة العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، أي صيامهن. قال: فهذا صيام الدهر، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم كذلك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين ويوم الخميس لما رؤي صلى الله عليه وسلم أنه يصومهما، فقال: يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه النسائي وحسنه المنذري. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الصيام ويحب الدعاء حين الفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء حين الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بعبادة الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة عند لقاء ربه. اسمك يشد وحبك ساكن فيا، لم يزل يهمي علي. يا حبك ساكن فيا، لم يزال يهمي علي. هنيئا لمن أحب الصيام وداوم على صيام الاثنين والخميس كما كان عليه الصلاة والسلام. هنيئا لمن تحرى صيام الأيام البيض كما كان عليه الصلاة والسلام. هنيئا لمن أكثر من صيام شهر شعبان كما كان عليه الصلاة والسلام. هنيئا لمن تلذذ بصيامه وهو يرى الناس يفطرون حبا لله. هنيئا لمن صام الصيام الحقيقي صوما عن الحرام وعن الآثام، ومبادرة للتوبة عند الوقوع في المعاصي. هنيئا لمن صام ذلك الصيام قبل أن يصوم صيام الطعام والشراب. اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين الذين يدخلون الجنة من باب الريان. اللهم حبب إلينا الصيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من جعل للصيام آثارا مباركة من قوة في الصبر وعزيمة وعلو للهمة، يسر لنا أن نصوم واجعلنا من عبادك الصائمين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على أفضل من صام. أبدي صل يا ربي عليه واسقنا من رحمتيه. صل يا ربي عليه.